قمة الجزائر 31 رابع قمة عربية تعقد على أرض الجزائر تتوج بإعلان يوحد الصفة ويلم الشملة ويعيد للقضية الفلسطينية مركزيتها في جامعة الدول العربية. إجماع عربي على ضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والتزام بتكثيف الجهود للتوصل لحلول سياسية في البلدان العربية التي تعيش عدة أزمات. الرئيس عبد المجيد تبون جدد الالتزام العربي لدعم قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتوحيد الجهود بهدف منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. أشيد بالآراء القيمة والمبادرات الحكيمة التي تم التوافق عليها بشأن إطراء مخرجات قمتنا وتأكيد التزامنا المشترك والثابت بالدفاع عن قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية. الرئيس الجزائري دعا للحوار في ليبيا وسوريا واليمن للتوصل لحلول توافقية وكذا التضامن مع لبنان لتجاوز وضعه الاقتصادي الصعب والحفاظ على أمنه. إن الأزمات التي تشهدها الدول الشقيقة ليبيا وسوريا واليمن ما زالت تبحث على سبيلها للحل، ومن هذا المنبر أناشد جميع الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية إلى تفضيل الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بعيداً عن أي تدخل في الشؤون الداخلية من أجل الوصول إلى الحلول السياسية السلمية. القمة العربية 31 محطة فارقة في مسار العمل العربي تختتم لتعلن عن مرحلة جديدة وثقها إعلان الجزائر الذي رافع من أجل رأب الصدع العربي والذهاب نحو أفاق واعدة سمتها الإجماع والصوت الواحد.